كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي ليس اونكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه، بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسة ايديكي، والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يلا يا ريس بتاع الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات ده فرشين الصفر. ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، وتيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي